معاكم معانا النهارده في حلقه جديده هنا في السيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا نعمل تريلر رياكشن جديد وهو فيلم اسمه السرب. انا الفتره اللي فاتت او اليومين اللي فاتت دول نزلت كميه تريلر رياكشنز مش طبيعيه، فيا ريت بقى شويه دعم بعد اذنكم. يعني انا بظبطكم فيديوهات، ظبطوا لي بقى لايكات وكومنتات وشيرات وسبسكرايب بقى بعد اذنكم. يعني فيديوهات وبعمل مراجعات وبعمل تريلر رياكشنز وبعمل على قد ما اقدر بعمل، فظبطوني زي ما بظبطكم. يعني سلموني نضيف اسلمكم نضيف. اتمنى تكون الحلقات اللي لسه منزلها من يعني الحلقات الاخيره يعني اليومين اللي فاتوا دول، اتمنى ان هو تكون عجبتكم، سواء فالكون وسنتر سولجر و كنت نزلت ايه تاني. اصلا انا بقيت بحس ان انا عمال انزل في تريلر رياكشنز وبنسى انا بنزل ايه اصلا. اتمنى ان اكون يعني اتمنى تكون الحلقات عجباكم، يعني ان انا عمال بنزلها. التريلر اللي احنا هنعمله رياكشن النهارده هو تريلر لفيلم مصري جديد وهو اسمه السرب، وهو هيبقى ليه علاقه ليه علاقه بالجماعات الارهابيه والجيش والحاجات اللي حصلت تبع داعش والكلام ده كله، الجهات الامنيه المصريه ضد المنظمات والحاجات الارهابيه دي كلها. السكه يعني اخد نفس سكه الممر بس ديفرنت ستوري، يعني طبعا بأبطال مختلفين خالص. هو من بطولة الفنان أحمد السقا، عمرو عبد الجليل، قصي الخولي، هند صبري، شريف منير، دياب. نايس كاست، مش وحش، بس غريب قوي وجابوا واحد زي قصي الخولي ده. مش قصي الخولي ده، أنا مش غريب عليا، معلش عايز أعرف مين قصي الخولي ده لأن شكله مش غريب عليا، شفته قبل كده. ده بتاع مسلسل هارون رشيد. أوكي عرفته. بتاع سرايا عابدين، ايوه بتاع سرايا عابدين صح؟ بتاع سرايا عابدين، عرفته تمام، شكله مش غريب عليا. انا بقول برضو شفته في قبل كده في حته. وفي ضيوف شرف تانيين معانا، احمد حاتم وكريم فهمي واسر ياسين ومحمود عبد المغني، فظهر ان هيبقى فيه كيميوز كتير جدا في الفيلم ده. التريلر لسه نازل امبارح، تقريبا التريلر، بس نزل متاخر مع الاسف، ما لحقتش ان انا اعمله تريلر رياكشن. ان امبارح صورت 3 4 حلقات تريلر رياكشن، في منها نزلت حلقات وفي منها لسه ما نزلتش حلقات. نزلت زي ما قلت ان انا نزلت التريلر رياكشن بتاع وينتر سولجر وفالكون، ونزلت تريلر رياكشن افتكرت جاستس ليج التريلر رياكشن بتاعي، ومش فاكر كان نزلت ايه تاني، ولسه في تقريبا بتاع حلقتين 3 تانيين ما نزلتهمش، ولسه في تريلر رياكشن السرب ده اللي بقول لكم عليه. عشان كده بقول لكم بعد اذنكم بقى ظبطوني زي ما بظبطكم، يعني دي اقل حاجه. يعني الفيلم من تاليف عمر عبد الحليم ومن اخراج احمد نادر جلال، طبعا انا بحبه جدا، احمد نادر جلال بحبه جدا كمخرج. يعني التريلر كل الناس بتتكلم عنه انه الفيلم هيبقى بقى شغل دانكيرك بقى وبتاع وافلام وفيها حرب وكده، فانا احب اشوف الحاجات دي جدا، خصوصا انا بحب جدا افلام الحرب على فكره. كان من احلى الافلام اللي شفتها على فكره، كان فيلم 1917 وسيفينج برايفت راين. يا ريت يعني يفكرونا بالحاجات دي، انا مش بتريق، انا بتكلم بجد على فكره. يعني اتمنى ان هم يكونوا عاملين حاجه محترمه. يعني انا ما شفتش التريلر ولا مره، مش عارف اذا كان التريلر معرفش اذا كان التريلر هيعجبني ولا لا، والله اعلم. برضو الفيلم هينزل امتى، هو تيزر ولا تريلر؟ هو تريلر اعلان رسمي. اوكي، هو المفروض اوفيشال تريلر. غريبه قوي ان هو مدته صغيره جدا، فغريبه قوي ان هو اوفيشال تريلر. انا مستني ايه من التريلر ده؟ ما اعرفش. الحاجه الوحيده اللي انا ممكن اكون مستنيها ان انا اتمنى اشوف حاجه كويسه، يعني زي ما شفناها في الممر. يعني الفيلم كان متصور كويس، مش هنضحك على بعض، الفيلم كان متصور كويس، فيلم معمول حلو يعني مصروف عليه. اتمنى ان هو يبقى حاجه شبيه ليه، يعني من حيث التصوير والاخراج وكده، بس ويكون كمان احسن منه. مش عايز اتكلم كتير، مش عايز عشان طولت عليكم كتير قوي، عايز اخش في التريلر على طول. طبعا ما شفتش كالعاده التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. شعب مصر العظيم تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالاسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتله. لا اله الا الله يا رجاله. المصري علي المصري، تفتكر احنا عايزينك في ايه يا علي؟ هو
بوكي يا جماعه. انا مش عارف ازاي ده اوفيشال تريلر، حسيته تيزر قوي يعني، حسيته تيزر قوي، ما شفناش حاجات كتيره يعني في التريلر. احمد حاتم يعني طلع مشهد واحد واقف كده، تحس ان هو قاعد بيحزق مش عارف ليه يعني. يعني اتمنى ان هو يبقى حلو، ما اعرفش اذا كان هشوفه ولا لا. انا قبل ما اشوف غريب قوي، انا شفت في الكاست ليست ان في عمرو عبد الجليل، ما شفتش عمرو عبد الجليل خالص في التريلر، عشان كده بقول لكم يا جماعه حاسسها تيزر قوي، مش حاسسها اوفيشال تريلر خالص يعني. انا مش شايف اي يعني، مش عارف بصراحه يعني، كنت تمنيت ان انا اشوف اكتر من كده يعني. ما اعرفش ليه عندي احساس ان دياب احسن دور في الفيلم، انا عجبني، حاسس ان دوره هيعجبني دياب في الفيلم. ممثل تقيل على فكرة، بس انا بحب جو اللي هو بيطلع دايما سوبورتينج رول يعني، مش اكتر يعني. احمد السقا طبعا تيبيكال احمد السقا، لسه زي ما هو من 30 سنة بيمثل يعني، ما فيش جديد. احمد السقا هو نفس الفيشل اكسبريشنز، هو نفس التايب اوف اكتنج بيرفورمانس، هو يعني. انا مع كامل احترامي لاحمد السقا والكامل احترامي لتاريخه ولمحبين احمد السقا، بس انا ما بحبش تمثيل احمد السقا بصراحة. انا افلامه على الرغم ان افلامه بتبقى ناجحه جدا، بس انا ما بحبش تمثيله بصراحه، ما بحبش تمثيله يعني، بفضل ناس احسن منه بكتير يعني. داخل الفيلم عشان سبب معين او عشان حد معين في الفيلم بصراحه لا. اتمنى ان عمرو عبد الجليل يكون فعليا موجود في الفيلم ده. قصي خولي ده انا ما خدتش بالي منه، يمكن يكون عدى فجاه وانا ما خدتش بالي، ولا هو اللي كان بيتكلم ده اصلا، ولا مين ده اساسا. عندي احساس ان الفيلم ده بصراحه مش هيتفوق على فيلم الممر، ما اعرفش ليه برضو عندي احساس، بس على الرغم ان الفيلم ده هيجيب فلوس يعني، انا متاكد 100% ان الفيلم ده هيجيب فلوس. شباك التذاكر ممكن، بس هم ما قالوش الفيلم ده هينزل امتى، غريبه قوي ان الفيلم ما قالوش يعني، هم قالوا بس 2021 وبعد كده، غريب قوي ان هم ما قالوش ممكن ينزل في العيد. تفتكروا ممكن ينزل في العيد الجاي، يعملوا زي ما عملوا في الممر، ينزلوه برضو كان في الممر، برضو كان نزل في العيد على فكرة، مش فاكر كان العيد الصغير او العيد الكبير، بس تقريبا كان العيد الصغير، فده ممكن كمان ينزل في العيد الصغير اللي جاي اللي بعد رمضان ان شاء الله، احتمال يعني. متفائل ولا متفائل ولا متشائم بصراحة، مش عارف مستني ايه من الفيلم ده يعني، هشوفه او مش هشوفه برضو لسه معرفش، عشان محدش يقول لي دخلته ولا ما دخلتوش، هتشوف ولا مش هتشوف، ما اعرفش لسه. نسبه ترقبي للفيلم 6/10، مش اكتر من كده. وعلى فكره احمد السقا هيعمل فيلم تاني اسمه العنكبوت، هو لسه كان المفروض ينزل في 2021، لسه ما نزلش، ما اعرفش ليه. وكان تقريبا هيبقى معاه في الكاست منى زكي وظفر العابدين، وتقريبا كان نفس المخرج برضو احمد نادر الجلال. كان في فيلم تاني مفروض ينزل احمد السقا في 2021، كان مفروض ان هو بيعمل البيوغرافي بتاع الرئيس، رئيسنا يعني، رئيس مصر، رئيس عبد الفتاح السيسي. مفروض هو ان هيعمل البرفورمانس بتاعه، هو اللي هيعمل الدور بتاعه. وكان طلعوا اخبار كتيره جدا على الموضوع ده، مش عارف هم تقريبا نسوا الفيلم او قالوا ان هم هيعملوه وبعد كده رجعوا في كلامهم، الله اعلم. وكان في تقريبا قالوا ان في ثانيه معلش هجيبه من موقع السينما دلوقتي عشان انا مش فاكر، بحاول افتكر معاكم. اوكي يا جماعه، انا جبت اهو دلوقتي من على موقع السينما عشان انا بصراحه مفوت يعني الحوار. هو احمد السقا فعلا المفروض يعمل عبد الفتاح السيسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحمد رمضان هيعمل ضابط صاعقه. ده الكلام ده قدامي وانا شايف على موقع السينما. احمد شاكر عبد اللطيف، ما اعرفش مين احمد شاكر عبد اللطيف، المفروض يعمل هو الرئيس حسني مبارك. احمد رزق المفروض يعمل محمد مرسي. اوكي، نبيل الحلفاوي المشير طنطاوي. خالد الصاوي مفروض هو خيرة الشاطر. محمود حميدة هيبقى محمد بديع، هيبقى بديع. اوكي، انا ما اعرفش، هو غريب قوي للفيلم، هو مش عارف هم رجعوا في كلامهم ولا وقفوا انتاج الفيلم ولا ايه بالظبط يعني، لان الفيلم ده انا فاكر ان هم اتكلموا عليه من زمان قوي 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 يعني، حتى اتكلموا عليه قبل حتى من فيلم العنكبوت اللي كان مفروض بتاع برضه احمد السقا ومنى زكي وظفر العابدين. ما تفهمش هم رجعوا في كلامهم ولا ايه، مش عارف، غريبه يعني. ما علينا، هو احمد السقا المفروض ان هو كده يبقى ليه 3 افلام في 2021 يعني، ليه عنكبوت، ليه فيلم العنكبوت، وليه فيلم السرب، وليه فيلم اللي هو سر للغايه ده. اوكي، ده ثانيه واحده، ده ليه فيلم كمان يعني. احمد السقا هيعمل 4 افلام في 2021، في هيعمل فيلم تاني اسمه شله ليبون. شله ليبون
مع احمد السقا، احمد عز، ومنى شلبي، وكدواني، وروبي، وغادة عادل، واسر ياسين، واياد نصار، نفس البفه. فيلم السرب، نرجع تاني لفيلم السرب. انا لو هخش الفيلم ده، لو هينزل وهخشه، لسه ما قررتش اذا كان هخشه ولا لا. لو دخلت فيلم السرب هخشه عشان خاطر لو فعلا في عمرو عبد الجليل في الفيلم، لو هو فعليا موجود في الفيلم زي ما هو مكتوب في الكاست ليست كان قدامي. وغير عمرو عبد الجليل، لو يعني غير عمرو عبد الجليل برضو من اسباب ممكن اخش برضو هو دياب، عشان حاسس ان تمثيل دياب هيبقى حلو في الفيلم ده. طبعا مش عشان احمد السقا خالص، مش احمد السقا ما بحبلوش بصراحه تمثيل، يعني زي ما قلت في الاول، انا اسف، مع كامل احترامي ليه ومع كامل احترام الفانز اللي بتحبه، بس انا بصراحه مش بقتنع بتمثيل احمد السقا بصراحه. لو دخلت الفيلم هيبقى مينلي اكتر على تركيزي الاكتر هيبقى على الاخراج، يعني مش كتمثيل او بيرفورمانس، هيبقى اكتر على الاخراج والكاميرا والحاجات دي كلها بقى، والطيارات والضرب والكلام زي الممر بالظبط. يعني سبب من الاسباب برضو دخلت الممر كان عشان كده برضو، مش عشان تمثيل. وبرضو كنت مراهن على احمد رزق في الفيلم، هو ومحمود حافظ تقريبا اسمه، اللي هو بتاع سماح، بتاع مسلسل الاسطوره، كنت مراهن عليهم هما الاثنين ان هيبقوا احسن اثنين في الفيلم، محمد فراج كمان، وبالفعل فعلا طلعوا احسن ناس في الفيلم كبرفورمانس يعني. بس اعطينا نسبه الترقب، زي ما قلت هشوف الفيلم ولا لا، لسه مش عارف امتى هيتعرض الفيلم، لسه برضو مش عارفين هو في 2021 بس امتى بالظبط الله اعلم. من وجهه نظري شايف ان هم احتمال ينزلوا فيلم في العيد الصغير ممكن، ولسه الافلام الثانيه مش عارف ممكن هينزلوها امتى يعني. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن فيلم السرب. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التاني هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.